التعديلات اللي بنحتاجها لحتى الأجسام تكون قابلة للكشف بنحتاجها لما تكون المسافة العمودية الفاضية أقل من 80 إنش، يعني أقل من 2.3 سنتي، مثل أسفل الدرج غير المغلق. هالتعديلات ممكن تكون بوضع أجسام مثل أحواض النباتات أو المقاعد أو السور أو ما شابه، بحيث يوفر حاجز فعال. لكن التعديلات إذا كانت على شكل قاعدي مثلا لازم تكون مرتفعة بما يكفي لحتى يميزوها ذوي الإعاقة البصرية إنها مش عتبة، فمهم جدا التعديلات ما تسبب لهم خطر عن طريق التعثر. هاي الشروط أيضا بتنطبق على الجدران المائلة أو المنحنية، واللي انحناها أو ميلانها بقلل من المسافة الرأسية الفاضية بحيث تصير أقل من 80 إنش. فممكن نستخدم الحواجز ونركبها بحيث تكون حفتها محددة وسهل إيجادها وما يزيد ارتفاعها عن 27 إنش، يعني 68 سنتيمتر ونص تقريبا. أما إذا كان الجدار مائل بحيث أنه عمقه ما يتجاوز 4 إنش، يعني ما يتجاوز 10 سنتيمتر، وبالتالي بيظل ارتفاع المسافة الفاضية 80 إنش، فما في داعي للتعديلات. عكس هيك إذا تجاوز العمق 4 إنش فلازم وضع حاجز أو أسوار أو ما شابه. إرشادات أكثر بتخص الأجسام البارزة وغيرها من المتطلبات حسب معايير القوانين الأمريكية لذوي الإعاقة وقوانين الحواجز المعمارية موجودة عند مجلس الوصول بالولايات المتحدة الأمريكية، اللي قدم لكم فيديو رسوم المتحركة بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية اللي أصدرت معايير هالقوانين. وبدورنا فريق قناة همم اتواصلنا مع مجلس الوصول بالولايات المتحدة الأمريكية لنحصل على موافقتهم على نشر الفيديو. بعد هيك تعاوننا مع مترجمين متخصصين لترجمته ولنقدم لكم إياه عبر فقرات حياتك أسهل.